بالرغم من بدايته كممثل إلا أن طموحه كان أكبر من ذلك بكثير. عشقه للفن قاد للإخراج والإنتاج وتأسيس قناة فضائية، وهو من أسس الأكشن والإثارة في الدراما والسينما الكويتية. الفنان الكبير عبد الله السلمان مع عبد الله. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير للفنان عبد الله السلمان. هلا فيك عبد الله، حياك الله. انا سعيد اني اقابلك، شاب لطيف، سعيد في انك انت من الشباب اللي في تلفزيون الكويت اللي قاعد يقدم برنامج الحقيقه، قاعد يعمل صدى عند الناس. حياك الله ابو خالد. الله يحييك حبيبي. خالد، ما يختلف اثنين على انك عراب دراما الاكشن في الكويت ان لم يكن في الخليج. شلون شايف هذه التجربه دراما الاكشن، هل نجحت عندنا بالكويت؟ طبعا عراب كبير علي، لان احنا سوينا اثنين على الطريق والحمد لله نجح، وسوينا الخطر معهم وكسر الدنيا. طبعا هذا يعني سوينا ثلاث اجزاء الاكشن. انا لما اخترت بدايتي كنت ممثل، ولما اخترت الاخراج اخترت الشيء الصعب، فعملت اثنان على الطريق وبعد خطر معهم، والحمد لله حقق نجاح يعني، ولا زالوا الناس يبونه يعني. نعم، البعض بخالد يشوف ان اثنان على الطريق كان النص يمكن ركيك، الحوارات كانت شوي ضعيفه. اي جزء؟ في جزء انا عملت اول، والثاني طبعا انتقل الى ناس اخرين، انا ما لي علاقه في هذا. كان شنو كان يعني الخلاف في الجزء الثاني؟ ما كان في خلاف، كان انه هو المنتج انه راى اني انا مطول، قاعد اطول وانا قاعد اخسره وما ادري ايش، فقال بنقل حق ناس ثانيه. قلت له الله والنبي حافظك روح. زين، يمكن مثل هذه المسلسلات بخالد الاجانب يعني ياخذون فيها مواسم، وكل موسم يكون لها ابطالها. نعم. انت غيرت شوي في ابطال الخطر معهم، ما شفت ان هذا الشيء ضعف العمل؟ هو طبيعي، طبيعي ضعف. تعرف ليش؟ لان انا متعود عليك اشوفك كل يوم، اشوفك بالحلقات، فجاه الاقي واحد ثاني فاكيد يعمل دروب. بس شوف، الخطر معهم ما كان البطولة، عفوا يعني انا مو نقصا في ربعي او ممثلين اللي اشتغلوا معي، بس كان في الاكشن هو البطل، هو البطل الاكشن والقصص طبعا هم تحتاج الى ممثلين جيدين. صحيح. ليش تم استبدالهم؟ صار خلاف على الاجر، فربعي طارق وجمع وقال نبي اكثر ومن حقهم، قلت لهم ما اقدر فبدلت. كم كانوا ياخذون وقتها على الاعمال هذه؟ والله بالعكس، والله بساكين ايش كان ياخذون على حقه 300 دينار. ما تخاف يعني بخالد ان الجمهور شوي ما قام يتقبل المسلسلات البوليسيه اللي بديت فيها؟ يوميا اللي اشوفهم بالشوارع واللي بالسوشيال ميديا، متى الخطر معهم. بس الان انت عشان تسوي الخطر معهم ما تسوي مثل ما كان بالتسعينات ولا بالألفينات، لا، تحتاج الى ميزانيه كبيره، تحتاج الى تكنيك. انت ما تيجي الحين تسوي لهم مثل قبل وما ادري شنو شفر 80 وتقلبه ويستانسوا، لا لا لا، مو شيء اقوى. يعني اليوم عبد الله السلمان حتى لو رجع للانتاج ما راح ينافس المنتجين المتواجدين على الساحه، لان في خط بعيد عنهم. اي انا يعني اذا بنتج انتج مثل اعمال خطها بعيد عن خطه، انا ما احب الاجتماعي. تيجي تقول لي تعال ابو خالد هذا مسلسل 30 حلقه كله اجتماعي فيلل، تعال اخرجه، اقول لك اسف. ما تفكر يعني انا قاعد افكر الان اقنع وزاره الاعلام ان ننتج الخطر معهم، الناس متشوقه له. كنت بخالد من رواد الفضاء الكويتي. رواد الفضاء؟ نعم، يعني كنت من اسس اول القنوات الفضائيه الكويتيه. اي اذا صح التعبير الرائد فضاء. انا قلت الرائد الفضائي. نعم. نعم، انا ثاني قناه بعد قناه الرائد. قناه فلاش تاسست على يعني اقولها لاول مره على الهواء. اسسناها ب 7000 دينار. قناه. ولكن الحمد لله هذه 7000 طلعت حوالي 3 او 4 مليون دينار. انا فتحت الاعلان للمعلن الصغير. اللي عنده سوق صغير اللي الله يحلم يعني يسوي اعلان بالتلفزيون، فقلت له تعال اعلن عندي. هذا الشيء خلى انه ما في توجه للقناه، ما في هويه لها. لا ماكو هويه، يعني هويتها كانت انه تعال انت عندك برنامج قدم كذا كذا سو كذا، عرف؟ خليناها قناه شعبيه، نحط بالليل اف ام، نحط اغاني عيسى الاحسائي، نحط هذه، كان الناس يانين عليها ضرب مسجات. يعني تشوفها من عوامل نجاح القناه انها كانت بلا هويه. شوف خليني اقول لك شغله، يعني احنا ليش نشتب على بعض؟ اي شيء، اي قناه مشروع تجاري. والله عندك ريموت كنترول، عجبتك فلاش؟ هلا، ما عجبتك طقها وتولي.
تجربة السينما في الكويت اللي قدمها عبد الله سلمان، هل هي ناجحة اليوم ويتقبلها المشاهد الكويتي اللي أنت قاعد تحاول تطلع من البيت ويروح للسينما؟ الحمد لله. شنو مقياسك للنجاح أبو خالد في هذه الأعمال؟ يعني قدرت تطلع الإنتاج؟ أنا ما يهمني مهرجان ما مهرجان فيلمي ياخذ جوائز، ما يهمني هذا، ما يهمني ولا أركب. وعلمك يصير مهرجانات وأنا أدري في فنانين يروح يطق تذكرة ما حد عازمه ولا له علاقة بالسينما. نعم. أنا حتى عفوا عبد الله، أنا دائما يقول ليش ما تسوي افتتاح لأفلام؟ ترى بقول أغلب منتجين يسوون يمكن في آي بي أو يكون حفل خاص يعزمون فيه صحفيين. أنا ما أعزم منه. هذا البروتوكول بعيد عنه. لا أنا بروتوكول عنه، تدري ليش؟ لأن أنا نخبة مالتي جمهور، ما أبي أي والله أعزم فلان وتعالوا ترى لكم عرض خاص. لا أنا الجمهور هو تفرش للسجادة الحمراء، لا إذا كانت سجادة حمراء تفرش مو للنخبة، لأن أي فيلم الآن وإن كان عالمي عرف الأفلام الأمريكية الآن شنو تعتمد؟ تعتمد على الشباب. عبد الله سلمان جاهز لرد على الاتهامات؟ حاضر تحت، أنا بغيت اتهامات، أنت خليت الحوار عادي، أنا أبي اتهامات. عبد الله سلمان، أنت متهم بأنك على خلاف كبير مع الفنان عبد الرحمن العقل على خلفية فيلم منتصف الليل، ولا زال الخلاف قائم. شوف هو ما في خلاف طبعا، ابو خالد يشوف بعض ونسلم على بعض. المشكله اكون هب اكون معك صريح، في منتصف الليل اول فيلم انا انتجه فقلت للشباب كلهم وحيين يرزقون يا جماعه احنا نعتبر العمل هذا جماعي، اللي ترى ما في اجور ولا في عقود، طلع الفيلم بنعطيكم، ما طلع شكرا. كلهم وافقوا اشتغلوا بما فيهم الفنان عبد الرحمن العقل. العقل اللي كان بطولته العقل صحيح. زين الفيلم ما طلع يا جوب تكلفته. زين يا ابو خالد في اجر، قلت له ما عندنا. فهو مو زعلان لا ولا والله شوف بعض عادي يعني، لكن حقيقه الفيلم ما طلع عرف، وكان تطوعي يعني. عبد الله سلمان انت متهم بعدم قبول مشاركه العنصر النسائي في اعمالك الدراميه والسينمائيه. شوف انا اشتغلت مسلسلات قبل واشتغلت وفي عنصر نسائي شارك، مشكله بناتنا العنصر النسائي مشكلته. فلما تقول لو سمحتي الدراعه هاي روحي ما لك بالسينما، لا مو حلو بالكاميرا، قلت لا كيفي انا ما عندي كيفي، عندي مره يلا ما اشوفك لا تين غيري او يبو غيره لو مصور 20. لذلك انا ما احب استضيف معاك. طلعت مره احد الفنانات طلعت ما بقول حرام ما يتقبلون الفنانات، ما يتقبلون. انا شنو وحده نايمه مكياج يا بنت الحلال؟ ما يصير، شيلي مكياجك، مو حاطه هالمكياج والدنيا وزخ شنو. لذلك انا ما استعين فيهم لان اخاف اصدم معاهم. بس عبد الله سلمان انت متهم يلا حلو بانك غير قادر على دفع الاجور الماديه للنجوم في السينما. هو ما عندنا نجوم سينما اصلا، ومنو عندنا نجم سينمائي؟ ماكو نجم سينمائي، ما في، في نجم تلفزيون. تقدر تسوي نجم سينمائي؟ اقدر اسوي بس لمين يتفلسف يقول لي ابي كذا اروح اخسر انا على شنو يعني؟ انا شوف انا شوف اعمالي يا اكشن يا كوميديا، ما عندي غيرهم. مولات الكوميديا محكورين كم واحد، لكن اما اجيب فلان واعطيه كوميديا هذا شهمه. للاسف في منتجين عندنا قام ياخذ شله ويعطيهم المبالغ، اي ذاك المنتج الثاني قال انا اعطيكم هالكثر وقلبوا هذا قلب على هذا وصاروا انغروا الممثلين. الممثل سوق عنده بورصه عرف. المشكله الاكبر ان هذيل المنتجين هذيل الممثلين قلبوا عليه، لذلك انقلب السحر على الساحر. وراح انا اقول لك راح تنزل الاجور، وهم كم منتج عندنا في الكويت اللي قاعد رافعين الاجور، خلوا ولا يقفون تلاقي ممثلين قاعد على الرصيف ماكو شيء. هذا كان رد الفنان عبد الله سلمان على الاتهامات. حبيبي اشوفكم في حلقه قادمه فما الله. اقر واعترف انا عبد الله سلمان بكل كلمه قلتها بهذا اللقاء ما في مانع تذاع وانا اتحمل مسؤوليتها.